قوية. كلام سابق عن الفحج أو فحجة الحصان بأنواعه وأسبابه اللي ما شاف المقطع يرجع، بس ما النقطة زبدة الموضوع كالتالي. ذكرت أن الحصان عقب ما تقعده قود عادي يجلس قود على جنب، تقعده على جنب ويصير كل الأشياء اللي تسويها قود جانبي، ما تفحج الحصان مو بنيتك الفحج. فلما تلف قبت يمين أو يسار أو ترجع ورا، تبغى يرجع ورا بسهولة يلف يمين بسهولة يسار بسهولة، لأن الحصان يبدأ يجهز للركوب، لأن كل شيء تبغى تسويه على جنب سويته عشان جاهز للركوب تفحجه. والفحج هو أنك توقف جنب الحصان كيف تركبه وتفحج ركبت الحصان يمين ثم يسار ثم تخليه يقوس على وراء، وتعلم أنه مبلف بلف رقبتك يمين بدون ما يلف جسمك، ثم بلف رقبتك يسار بدون ما يلف جسمك، وبرجع رقبتك وراء بدون ما ترجع وراء. الفكرة منها أنك تستفز الحصان فتخليه يفك الشيخ، إذا قال فك الشيخ زلقت له يفحج محله فيعرف مدى تحكمك بتوازنه. يعني تستطيع تخليه يسوي الحركة دي لما تركبه يحاول يلعب وينطلق وغيره، هذا اللي بيصير. فتعلم من هذا اللي بيصير لو حاول يسوي شيء ما أعطيته هي أعطيته إذن إنه يسويه، ثم جالس تركبه. وذكرت إنك عقب ما تركبه يبتدي تحرك الحصان وبدأ يزين وبدأ يسوي كل شيء تبغاه، فالقود على جنب في الركوب توقف القود الجانبي، يصير شغلك كله قود عادي أو ركوب. فتسوي تمارين في القود سواء حبل على الخشم أو الفم أو حتى بالشكيمة، وتسوي تمارين في الركوب. اما في القود على جنب ما عاد يمشي الحصان جنبك وانت قاعد على جنب، ولا عاد يلف يمين يسار ولا عاد يرجع ورا. تمسك تركب النعال رقبتك، تفحج يمين تفحج يسار تفحج ورا وتركب. وذكرت انك متى توقف الفحجه هذه حتى قبل الركوب، اذا الحصان ببساطه حصل فحجات قويه في الركوب، انت راكب الحصان خاف جفل تفلت الى اخره، فواكبته صح اختل توازنه، فلما اختل توازنه فحج محله عرف تحكمك. اذا الحركه او الهدف من الفحج اللي هو انك تعلم حصانك متحكم توازنه قبل ركوبه حصل في الركوب وما طاح، اذا ليش اشيك عليه قبل الركوب في القود؟ فالفكره ان كل شيء تسويه في القود على جنب هو مرحله انتقاليه لانك ما بعد ركبت الحصان. لما تركب الحصان تبدا تنقل جميع الاشياء اللي سويتها على جنب للركوب بالتدريج، واخرها الفحج. اذا سواها كلها ما عاد تقعد على جنب. طيب لماذا؟ ليش كل شيء تسويها في القود وفي الركوب تستمر عليه من ضمن الدوران والدوائر وغيره، بس ما تستمر في الفحج؟ ما عاد تفحج الحصان لا قود عادي ولا قود على جنب، واصلا ما تقعد على جنب اذا بدا يجي الموضوع. كالتالي الفحجه تعليم للحصان انك متحكم توازنه، بما انه ما بعد الركب لابد تحطه في وضع قوي جدا يخليه يفحج من جنبه. اذا فحج الحصان وانت راكبه وبعد ما فحج فكيت الفحج ومشيته، خطا ان الحصان يفحج في القود، لانه معناته ما زال قاعد يحاول يقاوم الفحج. هنا خليني اقول فك يا شيخ، طالما ان الحصان موزون وزن حقيقي في الركوب وقال فك يا شيخ وعرف ان اذا قال فك يا شيخ سيفشل وفحج وفكت الفحجه، ما عاد اصلا يقول في القود العادي فك يا شيخ. مفترض انك لما تلف يمين لف تلف يسار لف دق ريوس دق. فالحصان اللي مره موزون وعدى حتى اخر مرحله اللي هي القود الفحج يمين يسار ورا، لما تحاول تفحجه يمين يسار ورا ما يعطيك الفحجه مضبوط. مثلا تحاول تفحج بركان ما يفحج صح، يا اما يوقف محله او يدق ريوس يمين يسار، لانه ما راح يقاومك، والمقاومة هي خلت يفحج. الفكرة من الفحج انك تحطه في وضع معين، تعطيه أمر مستفز فيقاوم، إذا قاوم فحج، أصلا ما راح يقاوم. إذا الاستمرار بتمرين الفحجة مع حصان ركبته وسويت كل شيء في الركوب من ضمن الفحجة خطأ، كأنك قاعد تعلمه على شيء خاطئ، كأنك بالضبط تعلمه على حركة معينة شكلية ما راح تجيك وقت الجد. الهدف منها وقت الجد والأساس هو إعداد للركوب، صارت في الركوب وفك الراكب الفحج، يعني فحج الحصان عقب ما حاول ينطلق ثم عقب ما فحج فكته من الفحجه. اذا مفترض ما عاد يفحج معك لا بتعمد ولا بغير تعمد، والاصرار عليها كانك تدرب على حركه، والحركه دي مي بايجابيه بالعكس سلبيه، قاعد تدل على عدم دقه وليس العكس. فلها وقتها واهميتها، ان سويتها في غير وقتها مو بس ما عاد هي مهمه، اصبحت مضره.